السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين، نناقش فيها دلالات قيام المبادرات الشبابية والأهلية بما يجب أن تقوم به الدولة. حين تترك الدولة فراغا وتتخلى عن دورها، فإنه من الطبيعي أن يتواجد الشعب لسد شيء من هذا الفراغ. مبادرات أهلية ومجتمعية تعكس معدن الشعب الأصيل وخيرية شبابه. حملات نظافة في مناطق عدة شهدت الحرب والدمار، حملات تشجير وحملات إنارة وحملات التوعية وحملات إغاثة مستمرة في مختلف المناطق. ولا يمكن أبدا نسيان هبات الشعب الخيرية في المناطق التي تظهر فيها حالات سوء تغذية، كما حصل قبل عامين في التحيتة أو في حزم العدين، وقبل شهرين تقريبا في محافظة الضالع. بذل وعطاء شعبي يعكس خيرية هذا الشعب وأصالته، نماذج تجسد رغبة اليمنيين في الابتكار في كل المجالات بما فيها الإنسانية والخدمية. مشاهدينا، في حلقة اليوم نناقش أهمية مثل هذه المبادرات ودلالات أن يقوم الشعب بما يجب أن تقوم به الحكومة والدولة. لكن قبل البدء أرحب بضيوف الحلقة عبر الأقمار الاصطناعية من تعز الناشط الشبابي محمد الوتيري، ومن تعز أيضا الناشط المجتمعي مجدي القباطي، وعبر سكايب من نيويورك الناشطة المجتمعية والحقوقية سمية الرميم. أبدأ مشاهدينا مع ضيفنا من تعز عبر الأقمار الاصطناعية الناشط الشبابي محمد الوتيري. محمد، مساء الخير. مساء النور والعافية أخي شادي، ومساء الله بالعافية لكل المشاهدين. أهلا بك سيد محمد. يعني في البداية لو تحدثنا عن الأهمية للمبادرات الشبابية والمجتمعية. بداية أخي شادي، أود أن أرحم على شهداء الإنسانية في محافظة تعز، الشهيدة ريهام البدر، الشهيد أسامة سلام، الشهيد محمد القدسي، الشهيد محمد القناص، الشهيد مؤمن سعيد، الشهيد أشرف عبد الحفيظ اليوسفي. هؤلاء الأبطال الذين استشهدوا وهم يقومون بأداء واجبهم الإنساني، ومحمد اليمني أيضا رحمة الله عليهم جميعا، محافظة تعز من قبل ميليشيات الحوثي. محمد اليمني رحمة الله عليهم جميعا. نعم، بالنسبة للعمل الشبابي والعمل الطوعي في محافظة تعز أو بشكل عام، هذا العمل يأتي لتغطية غياب مؤسسات الدولة غالبا، ويأتي استشعارا بمعاناة المواطنين ومحاولة للتخفيف من هذه المعاناة. نعم. طيب، يعني كيف تتشكل مثل هذه المبادرات، يعني وكيف أيضا تجد الاستجابة؟ هذه المبادرات كما أخبرتكم أنها تتشكل من هؤلاء الشباب الذين يستشعرون بالمسؤولية تجاه وطنهم. هذه المبادرات تنشأ بشكل فردي ومبادرات ذاتية من أجل هدف معين، وتلاقي هذا التجاوب من فاعلين خير ومن تجار في اليمن وفي خارج اليمن. وعبر الإمكانيات البسيطة التي يحصلون عليها هؤلاء الشباب، يستطيعون القيام بمختلف الأنشطة والفعاليات في داخل المحافظة. نعم، لكن يعني سيد محمد، نحن نتساءل هنا، يعني كيف يعني تتحرك أو تتجسد فكرة المبادرات لدى الناس أو لدى الكثير من الشباب وهم يعني معدمين وبلا أي دخل؟ ما اسمعك أخي شادي؟ يعني كنت قد سألتك محمد في مسألة أنه يعني كيف تتحرك أو يعني يتم تجسيد هذه الفكرة، فكرة المبادرات المجتمعية لدى الكثير من الشباب، ونجد يعني هؤلاء الشباب يعانون من البطالة وأيضا معدمين ولا يوجد لديهم أي دخل. ما يميز المبادرات الشبابية أنها تعمل بأقل الإمكانيات وتعمل بشكل ذاتي. فمثلا يستطيع الشباب أن يقومون بجمع التبرعات من جهات معينة لصالح الفقراء، لصالح الجرحى، لصالح الأسر المعدمة، لصالح الأيتام. فهم يقومون بجمع التبرعات من فاعلين الخير، بجمع ممكن الأشياء العينية، بجمع الطعام، بجمع الملابس، يقومون بأشياء عينية جدا، ويقومون بإيصالها إلى الجهات المستحقة، إلى الأطفال، إلى الأسر وغيرها. نعم، إذن لو تطرقنا للتحديات، يعني ما هي أبرز التحديات التي يواجهها الشباب، شباب المبادرات، وأيضا الناس الذين يهتمون في مسألة المبادرات؟
طيب، قبل أن نتحدث عن التحديات أخي شادي، يمكن أن نتحدث عن نشأة المبادرات الشبابية في محافظة تعز. طبعا نشأة المبادرات الشبابية حدث بعد انقلاب 21 سبتمبر على السلطة. قام الحوثيين بفرض حصار على المدينة، منعت معه دخول كل شيء. وبسبب القصف والمستمر على المدينة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، الأمر الذي زاد من معاناة المواطنين داخل المدينة، رفض الشباب أن يظلوا مكتوفي الأيدي، وقرروا بمبادرة ذاتية وبدع من فاعلي خير من داخل ومن خارج الوطن أن يحدثوا نوعا من التغيير، أن يقوموا بتخفيف معاناة الناس. لهذا بدأوا في توزيع المساعدات الغذائية، بدأوا في توزيع الأدوية. ولعلي أستذكر هنا ما قام به الشباب عندما كادت تعز أن تختنق، عندما قام الشباب في إدخال أسوانات الأكسجين لمستشفيات تعز التي كانت قد أطلقت نداء استغاثة لنفاذ الأكسجين، عندما كانت المستشفيات مليئة بالجرحى والذين خلفتهم مجازر الحوثيين في المدينة. قام الشباب في حينها بإدخال أنابيب الأكسجين عبر طريق طالوق في صبر، وهي طريق وعرة جدا لا تستطيع المرور فيها إلا مشيا على الأقدام. قام الشباب بحمل أنابيب الأكسجين لمسافات طويلة ولساعات طوال وإيصالها إلى المستشفى. عبر هذه الطريق نفسها قام الشباب بإدخال الأدوية، بإدخال المساعدات الطبية، بإدخال المساعدات الغذائية. هذه بطولات جسدها الشباب تعز لا تقل عن تلك البطولات التي يخلدها الشباب والمقاتلين في جبهات القتال. نعم، بالنسبة للصعوبات بالنسبة للصعوبات والتحديات التي تواجه الشباب، أعتقد أنا أنه انعدام الخبرة وانعدام التمويل والدعم اللازم لهؤلاء الشباب هي تعد من أبرز المعوقات التي تواجههم في أنشطتهم. نعم، يعني هل لمسألة المخاطر والجانب الأمني سواء يعني في المناطق المحررة أو أيضا المناطق التي يعني تشهد توتر وتمترس لكلا الطرفين، هل يعني توجد صعوبات في هذا الجانب لدى المبادرات الشبابية في تنفيذ المهام الموكلة لها؟ مناطق التماس وخطوط النار لم تشكل حاجزا أمام الشباب في الوصول إلى هذه المناطق واستهداف الأسر المتضررة من الحرب فيها. الشهيدة ريهام البدر استشهدت وهي في خط النار وهي تقوم بإيصال المساعدات. الشهيد أشرف عبد الحفيظ اليوسفي استشهد وهو يقوم بتوزيع الكعك في إحدى الجبهات الشرقية. كثير من الجبهات وأحيانا مع الاشتباكات وفي فترة الاشتباكات تقوم هذه المبادرات بالعمل والنزول إلى خطوط التماس وخطوط النار لإيصال المساعدات المستعجلة. نعم، إذن ابقى معي سيد محمد الوتيري، وأرحب معنا سينضم إلينا من تعز الناشط المجتمعي مجدي القباطي، عضو حملة شبابية للتنظيف والتشجير في محافظة تعز. سيد مجدي، مساء الخير. أهلا بك سيد مجدي. يعني في البداية لو تحدثنا عن طبيعة المبادرة التي تقومون بها. شكرا جزيلا مجدي، هناك مشكلة في سماع صوتك، يعني لو تبقى في مكان يعني تتواجد فيه يعني شبكة جيدة. كيف الصوت اليوم؟ يعني لا بأس، تفضل. نعم أخي شادي، المنتدى هي عبارة عن منتدى من الحريات الشبابية، منتدى يهتم بالجانب الشبابي ويهتم بتنمية مهارات الشباب ويسعى أيضا لتسهيل إمكانيات الشباب وطاقاتهم وتمويلها إلى أنمية طوعية وأنمية اجتماعية تقومهم بالعمل. طبعا يمكن الوضع الاستثنائي، هذا الوضع الاستثنائي لا تخدم جميع منتجات هذه المدينه،
ومجرد الجهود التي تحتاجها للمدينة هي جهود الشباب وطلقاتها وإبداعاتها من أجل تعافي هذه المدينة. نعم مجدي، هناك يعني صعوبة في سماعك، أتمنى من الشباب معاودة الاتصال بك مرة أخرى، وريثما يعود مجدي سنذهب لأن نتابع سويا هذا الاستطلاع من محافظة أبيان. هناك كثير من المبادرات على مستوى محافظة أبيان مديرية خنفر، استطاع الشباب أن يثبت وجوده كشباب في ظل غياب السلطة، لكن أيضا وأهمها أنارت شوارع مديرية محافظة أبيان أيضا مديرية خنفر، وهذا شيء شبابي اجتهد من خلال الشباب وعاد مثل هذه الأعمال. هناك أيضا أعمال نظافة تقام مثل أيضا الكتب، قراءة الكتب، أيضا المناهج التعليمية، إعادة الدورات التدريبية، كل هذه المبادرات. أيضا هناك أيضا شاهدنا قبل أشهر قليلة مبادرات في مجال المخدرات، هناك أيضا مبادرات في إطلاق العيار النارية، كل هذه المبادرات تقوم بها المبادرات الشبابية، وهذا دليل على أن الشباب في الفترة القادمة سيكون هو صاحب الثقة الأكبر. يعني في مبادرات كثيرة يقوم في بها الشباب في غياب الحكومة، يعني هذه المشاريع يعني والمبادرات التي يقوم في بها الشباب المفروض أن الحكومة هي اللي تنفذها وتقوم في بها، بس الحكومة غايبة عن هذا الشيء. عشان هكذا ما شاء الله في شباب كثير نشطين يقومون بمبادرات كثيرة بالشارع. العمل اللي يقوموا بالشباب هذه خطوة جيدة بصراحة، يرتاح لها المجتمع بشكل عام، فهذا المجهود يعتبر مجهود شبابي، نحن كمواطنين نفتخر بعمل الشباب في نفتخر بعمل الشباب الذي يقوم به في تصفية الشوارع وأنارتها وما شابه ذلك. المبادرات المجتمعية الشبابية التي تقام خارج نطاق الجانب الحكومي هي مبادرات طيبة، الهدف منها هو مساعدة المجتمع في التغلب على كثير من الأزمات، واحنا عندنا مبادرات جيدة بصراحة وساعدتنا كثير، منها مبادرات اللي هي مبادرة إقرأ، مبادرة مثلا التبرع بالدم، مبادرة حصر الممتلكات الدولة والعديد من المبادرات، وهذه المبادرات لو كان الجانب الحكومي، جانب الدولة، السلطة المحلية تدخل ودعم هذه المبادرات كان بتعطي نتائج إيجابية أفضل وأقوى من كذا. إذن مشاهدينا نعود إليكم مجددا، وسينضم إلينا من عبر السكايب من مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية الناشطة المجتمعية والحقوقية سمية الرميم. سمية مساء الخير. مساء الخير. أهلا بك سمية. يعني نتساءل هنا ما دلالة حضور المبادرات الأهلية والشعبية في وقت يجب يعني أن تكون الدولة في الأساس حاضرة؟ إنه سؤال يعني جدا ممتاز. طبعا للأسف يعني الدولة أصبحت مغيبة بشكل كبير بسبب الوضع الحالي في اليمن، وثروة اليمن الآن هي مكونة من شبابها. فطبعا أنا كما تعلمون أنني مغتربة في الولايات المتحدة الأمريكية وأعمل نشاطات كثيرة أهتم بالمرأة العربية والمرأة اليمنية خاصة وكيفية التوعية. تواصل معي طبعا الأستاذ محسن الميدان وهو وزير حكومة الشباب في اليمن، وتشرفت بأن أخذ منصب سفيرة الشباب في الولايات المتحدة الأمريكية وأن أتحدث باسم الشباب. طبعا الشباب زي ما قلنا هم ثروة اليمن، فأنا يعني بحكم أنني أخذت هذا المنصب حسيت أنه يعني منصب مهم جدا إلى أن أمثل اليمن خارج اليمن وأن أبحث عن معادلات السلام. فبدأت بأن ذهبت إلى بعض ممثلين الكونغرس وكذلك بعض السيناتورز وتحدثنا عن وضع اليمن الحالي وكيف ممكن أن ندعم شباب اليمن لأنهم ثروة اليمن، بعيد عن السياسات، بعيد عن الصراعات الحاصلة الآن في الوطن. فزي ما أنا الآن بشوف يعني ما شاء الله الشباب يعني بدأوا فتحوا منظمات، بيعملوا مساعدات،
بيعملوا اشياء. لكن يعني سيده سميه انت كما اشرتي ان الدوله انه هو لا عمل من انت كما اشرتي ان الدوله غيبت، ويعني هل وصف ان الدوله غيبت هو يعني وصف دقيق ام ان الدوله هي غايبه بالاساس يعني وليس تغييب؟ اصلا الدوله هي غيبت نفسها لما يحدث الان بداخل الوطن، فهم يعني اختاروا ان لا ياخذوا اي اتجاه والا يقوموا بعمل اي شيء، فماذا يقومون به الان؟ لا شيء. نعم. اليوم يعني سمعت بان وزير الثقافه طبعا اجى الى نيويورك للاستاذ مروان دماج، فاليوم احنا عاملين نظمنا ايفنت يعني جلسه اجتماع مع لنرى ماذا يحدث في الاثار اليمنيه التي يتم سرقتها. فهو طبعا الاستاذ مروان دماج تواصل مع مجموعه من الشباب هنا في نيويورك، فاحب ان يطرح موضوع كيف ممكن ان نقف ماذا يحدث لاثار اليمن، لان اثار اليمن هي هويتنا. نعم، لكن هذا يعني اهتمام حكومي في هذا الجانب. بالنسبه للجانب الشبابي، هل هناك مبادره شبابيه في هذا الخصوص؟ لحظة بس أوضح لك، اهتمام حكومي أنا كنت أتمنى أنهم يقوموا بأشياء اللي واجبة عليهم، ولكنهم لأنهم عاجزين لم يستطيعوا بعمل شيء، فلهذا تواصلوا بشباب اليمن المتواجدين في أمريكا كي يقوموا بعملهم ويحاولوا أن يضغطوا على الحكومة الأمريكية بعمل قانون بعدم بيع الآثار اليمنية، لأنهم عاجزين تماما أن يقوموا بهذا الشيء. طيب إذا كان الشباب يعني تبنوا هذا الأمر وقاموا بشيء في هذا الجانب فشيء جميل جدا، يعني هل هناك توجه أو مبادرة من الشباب يعني تصب في هذا الجانب؟ طبعا زي ما قلنا اليوم حيكون معنا الاجتماع مع الأستاذ مروان دماج لنسمع منه ماذا عمل وما هي الخطوات التي يتمنى أن يعملها في المستقبل. طبعا احنا حكومتنا للأسف هي بس تتمنى ولكن لا تقوم بالخطوة، فنحن نحاول قدر الإمكان أنه احنا كشباب اليمن نضع بصمتنا وندافع عن ثرواتنا، وأهم الثروات هي ثرواتنا التاريخية الذي هي بتعبر عن شخصيتنا ومن نحن، هذا تاريخنا، فلن نعم. نسمح له أن يتم سرقته ووضعه في متاحف عالمية، ونحن كبلدنا اليمن لا يوجد لنا أي ثروة. نعم، إذن سيدة سمية تكرمي بالبقاء، بالأصح ثروتنا لكي يستفيدوا منها، وأهل الوطن لا يوجد لهم شيء. نعم، إذن سيدة سمية تكرمي بالبقاء معنا، وسأعود إليك لاحقا وأذهب لضيفي عبر الأقمار الصناعية محمد الوتيري. يعني محمد، كثير ما نسمع عن مبادرات شبابية تشكلت ويعني تمر فترة قصيرة أشهر أو أسابيع حتى يعني نسمع عن توقف نشاط هذه المبادرات بشكل كامل، ما الأسباب؟ أخي شادي، بالنسبة للمبادرات الشبابية هي عبارة عن مجموعة من الشباب الذين يجتمعون من أجل تحقيق هدف معين أو حل إشكالية معينة، فتنتهي المبادرة بانتهاء أو بتحقيق هذا الهدف، فهي ليست جهة رسمية أو ليست جهة مصرحة فيها، فقط مبادرة شبابية تسعى لحل مشكلة معينة. نتفهم هذا الأمر، نحن هنا لا نحاسبهم لماذا توقفوا عن العمل سيد محمد، ولكن نبحث عن الأسباب أو المعوقات التي قد تكون يعني سبب في توقف هذه المبادرات، يعني الجانب المادي هل يكون سبب أم هناك جوانب أخرى؟ بالضبط. نعم، كما أخبرتك سابقا أخي شادي، بالنسبة للمبادرات الشبابية تعتمد على تمويل ذاتي أحيانا من أعضاء المبادرة أنفسهم، من تبرعات فاعلين الخير، من تبرعات التجار، فالجانب المالي بالنسبة للمبادرات الشبابية ضعيف جدا ويشكل من أكبر التحديات أمام استمرار هذه المبادرات في الأنشطة التي تقوم بها. وأغلب المبادرات التي تتوقف عن ممارسة أنشطتها هي مبادرات افتقدت للتمويل، وتلك التي تمتلك التمويل تستمر في الأنشطة حتى
في ظل حضور الدولة، فهي تستمر إلى الأنشطة الطبيعية المناط بالمبادرات الشبابية، وهي أنشطة توعوية، أنشطة تثقيفية. نعم. طيب يعني محمد، في مسألة أن هناك يعني بعض الأحيان تواجه بعض المبادرات الشبابية بالكثير من التهم وأيضا التصنيف إلى جهات معينة، أو قد تكون أحيانا جهات مشبوهة. العمل في الميدان والعمل في منظمات المجتمع المدني علمنا أننا لن نسلم أبدا من التهم. أكثر من طرف يحاول إلقاء التهم جزافا على المبادرات الشبابية، أنها يتهمها أحيانا باللصوصية، أحيانا بالتبعية لجهات معينة. لكن عموما المبادرات الشبابية هذه في مسعاه النبيل نحو تحقيق أهداف معينة، نحو التخفيف من معاناة الناس، لا يجب أن تستمع إلى هذه التهم، ويجب أن تستمر في عملها دائما. محمد، يعني أيضا هناك تساؤل لدى الكثير في مسألة أنه يعني بعض المنظمات، أو ليس المنظمات وإنما المبادرات، يعني تسعى للتصوير والترويج أكثر من الفائدة. أخي شادي، بالنسبة لي هذه هي سلوكيات فردية، قد نجدها دائما، نجدها في المبادرات، نجدها في المنظمات، نجدها في الأشخاص. يا أستاذي، إحنا نجد هذه السلوكيات في مسؤولين الدولة، إنه يكون مسؤول أو وزير أو شخص يمثل جهة معينة، كل أنشطته تمثل عن تصوير وعن ظهور إعلامي فقط. فلا نستطيع أن نعمم هذه الظاهرة أو نأخذها على مبادرات المجتمع المدني. مبادرات المجتمع المدني قامت بأدوار لم تقم بها الدولة، لم تقم بها منظمات ممولة دوليا. المبادرات المجتمعية والشباب خلال الحرب قاموا بأدوار جدا جدا هامة، لا يستهان بها إطلاقا، ولا يجب أن نسمح لهذه الأشياء أن تعطينا فكرة سيئة عن المبادرات ككل. نعم. إذن ابقى معي محمد الوتيري، وأذهب لضيفتنا عبر الأقمار الاصطناعية من نيويورك، أو عفوا عبر سكايب، سيدة سمية الرميم. سيدة سمية، يعني نتساءل هنا، يعني ما الأهمية التي يعني تمثلها هذه الحملات الإغاثية والخيرية، طالما أن تأثير هذه الحملات هو مؤقت وليس دائم؟ قليلا، يعني أنا أعرف أنه ممكن الحملات الإغاثية ليست دائمة، ولكنها في الوقت الحالي أحسن من لا شيء. فإحنا بنحاول قدر الإمكان. طبعا أنا بالأمس كنت في حفل أمثل شباب في أحد الاحتفالات، عاملين fundraising، يعني جمع التبرعات لأجل شراء أدوية للمناطق المنكوبة في الحديدة وفي تهامة. طبعا هي مجموعة من الشباب، كما قلت هو كلها مجهود شبابي، لا يوجد لنا أي دعم ولا يوجد لنا، بس هذا بيدل أنه بالفعل الشباب مع الوطن، وهالشباب هم أمل الوطن، وهم اللي ممكن أنهم يعملوا تغيير. فهم بيحاولوا قدر الإمكان أنهم يعملوا تغيير بقدر استطاعتهم. فالمفروض ان احنا بدل ما ان نقول انه هذا الشغل اللي انتم بتعملوه ممكن انه ينقطع في اي لحظه، لازم احنا نشجع الكوادر الشبابيه الذي يقومون بعمل كل شيء من دون اي مقابل، كله مجهود تطوعي لا يوجد له مقابل ولا يوجد اي دعم من اي جهه. طيب سيده سميه، هناك مبادرات يعني شبابيه كثيره في الداخل، في الخارج يعني ربما تكون قليله، يعني كيف تقيمين جانب المبادرات الشبابية خارج الوطن؟ للأسف طبعا أنا يعني كشابة مغتربة في الولايات المتحدة الأمريكية، عندما أوجد تبرعات في كثير من الناس بالفعل، يعني اليمنيين متفاعلين مع هذا الشيء، بس لما أنا أبدأ أتكلم بإيقاف الحرب على اليمن وأقوم بعمل مظاهرات، قمنا بعمل مظاهرة قدام سيتي هول اللي هو مبنى المحافظة، وطالبنا بإيقاف الحرب على اليمن وإيجاد حلول سياسية، لأن الحرب لن تؤول إلا لقتل مزيد من الشعب،
ومزيد من المعاناة الإنسانية. فللأسف هناك مجموعة من اليمينيين هنا في أمريكا إذا قمت بالتكلم على إيقاف الحرب على اليمن سوف يقوموا بتصنيفك لجهة معينة. وأنا يعني عدة مرات أحاول أن أجتمع مع الشباب اليمني اللي موجودين هنا ونتكلم بعقلانية أكثر من ما نتكلم بعاطفية. نحن لا نتبع أي جهة، لا نتبع أي جهة، وأكررها مراراً وتكراراً. نحن نتبع جهة اليمن الكبير. نحن أبناء اليمن ولن نسمح بأي مكروه يصيب بلادنا. وضحت فكرتك سيدة سمية، سأعود إليك لاحقا وأذهب لضيف الذي يعني طلبنا معاودة الاتصال به مرة أخرى، وهو يعني الناشط مجدي، ناشط المجتمع مجدي القباطي، سينضم إلينا من تعز. يعني سيد مجدي، قد يتساءل أحدهم يعني سيقول قائل أنه ما الجدوى من حملة التشجير، ويعني لا هذه التشجير طالما لا توجد سقاية دائمة لهذه الأشجار هي يعني عرضة لأن تنتهي. مرحبا أخي شادي، صوت مناسب الآن؟ جيد، تفضل. معذرة عن قطع الصوت. طبعا نحن في منتدى نهضة التنمية الشبابية، هذا منتدى شبابي يسعى إلى تنمية تسخير طاقات هؤلاء الشباب وتفصيلها في خدمة هذه المدينة عبر الأعمال الطوعية والمجتمعية في مختلف المجالات. نحن لا نستهدف فقط جانب التشجير وإنما لدينا مجالات كثيرة نقدم خدمات طوعية فيها، منها جوانب النظافة، جوانب التحسين، جوانب التدريب، وجوانب التأهيل والجانب الأمني. آخر أنشطتنا كانت عبارة عن برنامج صناعة القادة الذي استمر لمدة شهرين، ودربنا فيه 200 متدرب ومتدربة من شباب تعز المتميزين. خلال هذا البرنامج استطعنا تنفيذ أكثر من 30 نشاط ميداني وحملات ميدانية مختلفة في مجالات مختلفة، من ضمنها مجال التشجير والتحسين ومجال النظافة وهكذا. هذه المبادرات طبعا تحتاجها المدينة بشدة، لأن مدينة تعز تعيش الآن في وضع مأساوي تتطلب يعني تحتاج جهود الجميع وخاصة جهود الشباب من أجل أن تتعافى هذه المدينة، في تعافي هذه المدينة. وبالنسبة لحملات التشجير، نحن الآن ماضين في حملة من ضمن أنشطتنا، هي حملة تشجير ضمن الحملة أيضا مخصص من يتابع تصفية هذه الأشجار. أيضا موسم الأمطار على الأبواب، واليوم حصلت أمطار غزيرة في الحوبان، وربما خلال يومين أو 3 أيام تنتقل الأمطار إلى تعز إن شاء الله. نعم. طيب سيد مجدي، يعني قد يقول البعض أنه مسألة التشجير تحديدا وفي هذا الظرف هي يعني نوع من البعد الكثير عن الواقع الحاصل اليوم. يعني هناك حالات سوء تغذية، هناك أزمة إنسانية كبيرة، وبالتالي لماذا لا يسخر الشباب جهدهم في حملات إغاثة الناس ويعني الذين يعانون من سوء التغذية والذي بات يعني يكبر العدد في اليمن بشكل كبير؟ نعم أخي شادي، أتفق معك كلامك. هناك أولويات، هناك أولويات سابق. أننا لا نستهدف فقط ولا نقدم أنشطة فقط في مجال التشجير. التشجير قد يكون آخر اهتماماتنا، يعني ضمن الأنشطة لكنها ليست الأولوية أيضا بالنسبة لنا. إحنا خلال هذا الأسبوع نستعد الآن لإطلاق 6 مبادرات شبابية، ثم بعد هذه 6 مبادرات ستنطلق أيضا حملة واسعة تستهدف الشباب في جميع أحياء المدينة. المجالات التي تستهدفها هذه المبادرات، لدينا مجال النظافة، لدينا الجانب الأمني، لدينا جانب التدريب والتأهيل، لدينا جانب الحرف وتنمية الفتاة. هذه المبادرة تسعى إلى توفير مصدر دخل لكثير من الأشجار. أيضا لدينا جوانب رياضية وجوانب أخرى. الحملة أيضا التي نستعد الآن لإطلاقها خلال أسابيع ستكون حملة كبيرة جدا وستستمر إلى نهاية هذا العام. سنسعى من خلالها إلى إشراك الشباب وإشراك الفئات المجتمعية المختلفة، عقال الحارات، الخطباء إن شاء الله، وكثير من الناس المؤثرين سنسعى إلى إشراكهم من أجل أن التوعية والحملات التي
تقدم خدمات لأهالي المدينة وتسد العديد من الفجوات من ضمنها ما ذكرت في الجانب الغذائي والاحتياجات في جانب المياه وغيره من المجالات. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر الناشط المجتمعي مجدي القباطي عضو حملة شبابية للتنظيف والتشجير في تعز، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا سنذهب الآن لمشاهدة هذه المادة المعلوماتية التي أعدها منتج البرنامج الزميل وديع عطا، وهي تتحدث عن المبادرات الشبابية في اليمن. إذن مشاهدينا عدنا مجددا، وسنذهب إلى ضيفتنا من نيويورك الناشطة سمية الرميم. سيدة سمية مرحبا بك مجددا، ويعني نتساءل يعني من يتحمل الوضع الحاصل اليوم في البلد ومسؤولية ما آلت إليه الأمور؟ بالتأكيد تتحملها الحكومة اليمنية، الحكومة التي غابت عن الساحة ولا ندري أين هي بالضبط. يعني سيدة سمية، ما قبل الغياب طبعا يعني ليكون الأمر أكثر واقعية، يعني هناك قضية أساسية تمثلت في البداية بالانقلاب، ربما أنت تجاوزت التاريخ قليلا. سيدة سمية، هل تسمعيني جيدا الآن؟ اختفى الصوت. نعم، يعني كنت قد سألتك، يعني أنت أشرت إلى الحكومة وبالإشارة إلى الحكومة هو هنا تجاوز قليل للتاريخ. ربما لو عدت إلى أصل المشكلة كان هناك انقلاب، لو أتينا إلى الواقع هو السبب فيما حصل، يعني لو يعني أخذنا الأمور بواقعية أكثر. نعم، هو بدأ هو بدأت المشكلة من الانقلاب، وبعد الانقلاب تغيب الحكومة. يعني هي تراكمات، يعني مش مسألة انه يعني الحكومة غابت وبس، بس الآن المفروض الحكومة الشرعية بعد ما الناس وقفوا وصوتوا لعبد ربه منصور ان يكون الرئيس الانتقالي، فاحنا كنا ننتظر الخير من هذا الموضوع حتى نحل المشكله، بس للاسف هو اختار ان يغيب نفسه للاسف. يعني طبعا الاستاذ الرئيس عبد ربه منصور عندما اتى لزياره الولايات المتحده الامريكيه قمت بمراسلته شخصيا للمقابله معه للتكلم في الأوضاع على البلد وما ممكن أن نعمل نحن كشباب، هل ممكن أن نحن نوقف معه يعني نشجع ونحاول نحن نصلح ما أفسده الزمان، لكن للأسف اختار أن يغيب نفسه كذلك في الولايات المتحدة الأمريكية، واختار أن لا يقابل أي شخص من الناس المغتربين هنا ولا أي كادر شبابي ولا أي قائد مجتمعي. اختار أن يأخذ، أنا لا أفهم سياسته بالضبط، ولكنه اختار أن يغلق الأبواب عليه وأن يضع ناس غير جديرين أن يكونوا حوله. نعم. فلا هم لهم إلا الريال والدولار للأسف. نعم، إذن تكرمي بالبقاء معنا سيدة سمية، وأذهب لضيفي محمد اللوتيري من تعز عبر الأقمار الاصطناعية. محمد، يعني نعود إليك مجددا ونتساءل هنا، يعني الواقع في تعز، يعني
ربما في تعز وفي الكثير من المحافظات، لكن لو عدنا قليلا إلى ما قبل الانقلاب كانت هناك الكثير من المبادرات الشبابية وكانت تعمل في مجالات كثيرة، لكن اليوم حينما صار الوضع أكثر خطورة على الشباب في مسألة أن تتم أو يتم عمل مبادرات في مناطق يعني تشهد مواجهات، وهناك الكثير من الشهداء الذين قدموا أرواحهم وهم في مناطق التماس، يعني نتساءلون ما الذي يدفع الشباب لأن يقدموا أرواحهم وهم فقط يقومون بأعمال إنسانية؟ لم تكن الخطورة يوما هي من تحكم تدخلات الشباب في المجال الإنساني، كانت فقط كانت الجانب الإنساني وكانت حاجات المجتمع المختلفة هي من تحكم هذه التدخلات. لطالما قمنا بتنفيذ تدخلات في خطوط النار في أماكن خطيرة جدا، قد تكون ملغمة أحيانا أو قد تكون مستهدفة ومعرضة للقنص من جانب الميليشيات، لكننا كنا نقوم بهذه التدخلات، لم تكن الخطورة أبدا من تحكم تحركاتنا. نعم، يعني طيب في مسألة السلطة المحلية، هل لمستم يوم يعني مساندة أو دعم من قبل السلطة المحلية للكثير من المبادرات التي يتبناها الشباب في الكثير من المحافظات وفي تعز على وجه الخصوص؟ بالنسبة للسلطة المحلية في محافظة تعز، نحن نعتبر أنفسنا كجهة مساندة للسلطة المحلية ولمؤسسات الدولة بشكل عام. هناك نوع من التنسيق بين المبادرات الشبابية والسلطة المحلية، ونقدر ونتمنى تجاوب السلطة المحلية مع هذه المبادرات، وبنفس الوقت نقدر ضعف الإمكانات وشحة التمويل لدى السلطة المحلية. لكن هناك تهميش، هناك نوع من التهميش بالرغم هناك نوع من التهميش للشباب أو لهؤلاء المبادرات الشبابية وعدم إشراكهم في الأنشطة الحكومية. مثلا السلطة المحلية في تعز تشكو من قلة التمويل، تشكو من ضعف الإمكانيات، طيب لماذا لا تقوم السلطة المحلية باستثمار هذه المبادرات؟ في فترة من الفترات يا أخي كانت هناك ما يقارب 200 مبادرة شبابية في محافظة تعز تقريبا في عام 2016. نعم. متوسط عدد أعضاء هذه المبادرات يكون تقريبا حوالي 10 أعضاء، يعني كان في فترة من الفترات لدينا 2000 شاب وشابة في محافظة تعز يعملون على التخفيف من معاناة الناس، عدد كبير جدا يعكس رقي الشباب وحسهم الكبير بالمسؤولية الوطنية. لماذا لا تقوم السلطة المحلية باستثمار طاقات هؤلاء الشباب وتوجيهها في خدمة المجتمع في خدمة مدينة تعز؟ أعتقد أن هؤلاء الشباب وهذه المبادرات إذا ما تم طلبهم من قبل السلطات المحلية وتكليفهم ببعض الأنشطة سيقومون بها على أكمل وجه وفي بأقل طيب محمد، يعني من خلال حديثك يعني تم استنتاج تساؤلين، يعني التساؤل الأول أنت قلت أن عملكم هو مساند للسلطات المحلية، يعني نفهم منك أن هناك أيضا جهد كبير تبذله السلطات المحلية في جانب الإغاثة وفي جوانب كثيرة، أم أنه يعني يقتصر فقط العمل على الدور الذي تقدمه المبادرات الشبابية؟ السلطة المحلية لعبت دورا كبير في الأنشطة الإغاثية والأنشطة الخدمية. نحن عندما نتحدث عن المبادرات الشبابية كان هناك حراك فاعل في السنوات الأولى من الحرب في ظل غياب الدولة، كانت المبادرات موجودة بشكل كبير وأنشطتها تشمل كل مناطق المدينة، لكن مع عودة مؤسسات الدولة وعودة السلطة المحلية خفت هذه الأنشطة واتجهت المبادرات إلى مساندة السلطة المحلية ودعم تحركاتها في تطبيع الحياة العامة في المدينة. نعم، لكن محمد يعني هنا النقطة الأخرى هو في مسألة أن يعني المبادرات الشبابية يعني اتخذت أكثر من مهمة، هناك يعني مهمات تتعلق بالإغاثة وهناك في مسألة النظافة وهناك أمور كثيرة، لا يشجع هذا الأمر على يعني فساد الجهات المسؤولة، بالتالي يعني العمل قائم والمبادرات تعمل وبالتالي يعني ستمتنع الجهات المسؤولة عن أداء مهامها؟ عندما نتحدث عن الأنشطة المختلفة للمبادرات الشبابية كما أشرت سابقا أنها كانت موجودة وبشكل كبير جدا في ظل غياب مؤسسات الدولة أي في السنوات الأولى من الانقلاب، لكن مع عودة مؤسسات الدولة وعودة مكتب التربية والتعليم عودتها المؤسساتها المختلفة
تحولت المبادرة الشبابية إلى مبادرة مساندة شكليا، عدا بعض المبادرات التي استمرت بممارسة أنشطتها عدد قليل فقط من هذه المبادرات. لكن نلاحظ أنه أداء هذه المؤسسات الحكومية كان ضعيف في الآونة الأخيرة، وربما ستعود هذه المبادرات إلى السطح وبصورة قوية مجددا. نعم، إذن محمد، يعني هنا بالأخير يعني الرسائل لديك يعني تود توجيهها من خلال هذه الحلقة. أتمنى فقط من السلطة المحلية أن تستثمر المبادرات الشبابية وأن تستثمر طاقات هؤلاء الشباب وتتبنى استراتيجية لإشراكهم لتدريبهم وتأهيلهم وتوجيههم بما يخدم المدينة. نعم. أشكر فقط الفاعلين الخير في اليمن، في داخل اليمن وفي خارج اليمن، أولئك الذين لم ينسوا أخوانهم هنا واستمروا يلتمسون معاناتهم دائما، وأوجه التقدير والاحترام وكل الشكر للعاملين في المجال الإنساني في كل محافظات الجمهورية. نعم، إذن شكرا لك محمد الوتيري، ناشط شبابي، كنت معنا من محافظة تعز عبر الأقمار الاصطناعية. شكرا جزيلا لك، ونذهب إلى ضيفتنا من نيويورك سمية الرميم. سيدة سمية، يعني نتساءل أنه يعني في مسألة عمل المبادرات الشبابية هناك مبادرات كثيرة على مستوى المحافظات اليمنية، لكن يعني نجد حضور هذه المبادرات يعني قليل مقارنة بمناطق الشرعية، هي في مناطق سيطرة الانقلابيين. ما الأسباب برأيك؟ الأسباب لأن الشباب اعتمدوا على نفسهم أولا، ويعلمون جيدا أن الشرعية لا تستطيع عمل شيء، فكل شيء يجب عمله بنفسهم بأيديهم. فأحب أن أسلط الضوء على حكومة الشباب في العاصمة صنعاء، والتي لديها عدة وزراء في جميع العواصم، وكذلك لديهم محافظين. يعني هذه الوزارة هي الحكومة، يعني أقدر أقول أنها مختلفة الحكومات الشبابية الأخرى، هي حكومة مستقلة في ظل الوضع الراهن الصعب في العاصمة صنعاء، وقد قاموا بأعمال رائعة ومبادرات شبابية رائعة. فمن ضمن المبادرات الشبابية التي قاموا بها، يعني أنهم قاموا مثلا بإصدار دليل عن دليل العدوى، الذي للأسف يعني الحكومة مش موجود معها ولا في المستشفيات ولا وزارة الصحة. لكن سمية، هنا يعني نقطة أخيرة، بعيدا عن الحكومة ويعني الترتيب الرسمي، نحن في مسألة المبادرات الطوعية الشبابية، يعني نلاحظ أن وجودها في مناطق سيطرة الانقلابيين قليلة، وأيضا تتعرض للكثير من المضايقات في هذه المناطق، بينما تعمل بشكل جيد في مناطق سيطرة الشرعية. نعم، that's what I، هاي بالضبط اللي أنا قلته عليه، لأن هم الشباب شافوا لا يوجد الحكومة، لا يوجد من يعتني بالشعب اليمني، فقاموا بإعداد حكومة خاصة فيهم وليكونوا رسميين لعمل هاي المبادرات لتوعية الشباب، لتوعية الشعب اليمني، لإعداد أشياء لم تعدها لا حكومة الشرعية ولا حكومة الإنقلابيين. نعم. هذا أهم شيء لازم إحنا نسلط الضوء عليه، أنه الشباب بالفعل قاموا بها، وقاموا بإعداد هذه الحكومة، وقاموا بعمل الأشياء التي لم تقم به لا حكومة الشرعية ولا حكومة الإنقلابيين. أشكرك سمية الرميم، ناشطة مجتمعية، كنت معنا من الولايات المتحدة ومن مدينة نيويورك تحديدا. شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا، يعني قبل الختام نذهب لاستعراض هذه المادة الاستطلاع من مدينة تعز حول المبادرات الشبابية والمجتمعية، نشاهد سويا. طبعا من الجميل جدا أن تحل المبادرات الشبابية والمجتمعية محل الدولة وتقوم بواجباتها في هذا الظرف العصيب الذي تمر به اليمن عامة وتعز خاصة، وهذا مؤشر إيجابي جدا، ومؤشر يدل على أن المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية والإنسانية في أوج عطائها بالنسبة للمجتمع في تعز، إلا أن هذا لا يعفي الدولة من مهامها
ويوجه رسالة قوية جدا بأنه يجب على الدولة أن تضطلع بمهامها وأن تكون على الأقل عامل مساند لمثل هذه المبادرات الاجتماعية. من الرائع جدا أن تكون هذه الرسائل الإيجابية أيضا موجهة من تعز للعالم بأن هذه المدينة عصية وقوية بتضافر جهود أبنائها، وأن هؤلاء الشباب بسواعدهم سيقومون بما يجب عليهم القيام به لبناء تعز وتقديم رسالة حيوية ورسالة قيمة جدا بأنه رغم الحرب والحصار إلا أن تعز تمد يدها للحياة ولا تستسلم لكافة ضغوط الحرب. من الشيء الجميل أن تقوم المبادرات الشبابية والمبادرات المجتمعية في القيام بحملات توعوية وحملات نظافة وغير ذلك، وذلك يسهم في التخفيف من أعباء المواطنين في مدينة تعز، وذلك كان من الأصل أن يقوم به الدولة ممثلة في السلطة المحلية في تعز ومكاتب صندوق النظافة والتحسين، ولكن شعور بالمصلحة الوطنية لدى شبان مدينة تعز وبعض ممثلين المبادرات الشبابية، ولكن هذا لا يعفي المسؤولين في ممثلين في الحكومة من القيام وممارسة مهامهم والقيام بواجبهم على أكمل وجه. نعم، إذن مشاهدينا بهذا الاستطلاع تنتهي حلقة الليلة من برنامج بين قوسين. في الختام أشكر ضيوفي، كان معنا عبر الأقمار الصناعية من تعز الناشط الشبابي محمد البوتيري، ومن نيويورك الناشطة الحقوقية سيدة سمية الرميم، وأيضا أشكر من تعز الناشط المجتمعي مجدي القباطي أو مجد القباطي. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل وديع عطا، وفي الإعداد والتنسيق الزميلة إلهام عامر، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقيكم في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله وحفظه.